استقبل صاحب السمو الامبراطوري الامير اكشينو بمقر اقامته بطوكيو اليوم سمو الشيخ خليفه بن علي بن خليفه الخليفه محافظ المحافظه الجنوبيه، وذلك بمناسبه زياره سموه الى اليابان. رحب صاحب السمو الامبراطوري بسمو الشيخ خليفه بن علي بن خليفه الخليفه، ومنوها بالدور الفاعل لجلاله الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله في توطيد روابط الصداقه الوثيقه بين اليابان ومملكه البحرين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. وأعرب صاحب السمو الامبراطوري الأمير اكشينو عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة على جهوده البارزة في دعم علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها على كافة الأصعدة، والتي كان آخرها تنظيم فعالية القرية اليابانية في المحافظة الجنوبية بالتعاون مع سفارة اليابان في البحرين، وما شهدته من إقبال كثيف من قبل المواطنين والزوار لما تضمنته من عروض وبرامج ثقافية وشعبية يابانية، منوها باهتمام سموه في الاطلاع على الثقافة والتاريخ الياباني، الأمر الذي يؤكد حرص أبناء مملكة البحرين بالتسلح بالعلم والمعرفة.